بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم من جديد، الربح من الانترنت. ان شاء الله اليوم غادي نشوفوا لي زاي سي او. اول حاجة نعرفوا شنو هي اي سي او. اي سي او هو مشروع عملة قبل ما تكون عملة قائمة بذاتها. دوك لي فونداتور ولا لي كرياتور ديال العملة، مؤسسين العملة، كيديروا الاي سي او. علاش كيديروا هاد الاي سي او؟ كيشدوا واحد لابارتي ولا واحد الكميه من العمله اللي باغيين يديروا، وكيحطوها في موقع باش يديروا ليها الفونت ديالهم، البري سيل. كيبيعوها بواحد الثمن رمزي اللي كيكون قليل بزاف مقارنه بالثمن اللي غيكون في السوق، ولكن ماشي ديما هاد الحاله اللي كتوقع. المهم كيخليو الثمن، يفترض ان يكون ثمن اقل من الثمن اللي غادي يكون فيه في الاسواق ديال التداول، باش الناس يشريو هذيك العمله، يتعرفوا على هذيك العمله، وفي نفس الوقت لي فونداتور ديال هذيك العمله كياخذوا دوك الفلوس، ياخذوا داك الفلوس ديالهم وكيحاولوا يطوروا العمله ويخلصوا الموظفين ويخلصوا المسائل، يخلصوا سميتو. المهم كتسمى بحال راس مال لهذيك العمله باش تقدر تطور وتقدر تكمل في لا تكنولوجي ديالك. تقريبا هذه هي لا نوسيون ديال الكراود فاندين ولا ديال البريسيل ديال الاي سي او. يعني الناس كتحاول تبارتيسيبي ولا تشارك في هذاك الاي سي او، كل واحد بالمقدار اللي يقدر عليه، هما كيجمعوا هذوك الفلوس وكيكملوا بهم المشروع ديالهم. وهنا كاينين تقريبا بزاف ديال السيناريو. كيكون الاي سي او، اما يقدر الاي سي او يكون سكام، يعني نصابه، حطوا الموقع، حطوا الفكره، حطوا كل شيء، داروا لها الترويج، جمعوا هذوك المبلغ، يعني 20 مليون دولار، 30 مليون دولار، 40 مليون دولار، كيشدوا الباليزه، كيجمعوا الفلوس، كيشدوا الباليزه ديالهم، كيمشيو في حالاتهم. وهذه كتسمى سكام اي سي او، يعني اي سي او سكام. كاين العملة، كاين الإشكال الثاني هو الاي سي او اللي يكون عنده واحد الآفاق كبيرة، واحد الهدف كبير، وما كيحققش هذاك الهدف ديالو، واخا كي انفيستي فيه، ولكن الهدف المسطرة غير محققة، والثمن ديالو ولا ما كيبقاش هذاك الفونداتور انتريسي بزاف لهذاك الهدف، ما كيكملش في الخدمة ديالو، الثمن ديال الاي سي او، الثمن ديال الاي سي او كيطيح. واخا كتدخل المنصة ديال التداول كيطيح الثمن ديالها، وبالتالي كتلقى راسك انت شاركتي في الاي سي او وعطيتي واحد الثمن مرتفع، ولا دابا في السوق ولا في التداول ثمن رخيص بزاف. وكاين السيناريو الثالث، لان تكون فكرة ممتازة وليكيب ولا ستاف ديال هذيك الخدمة باغين يخدمو، كيخدمو الاي سي او، ومن ثم الثمن ديالها كيرتفع جدا. يعني الا بغيتي تعزل الاي سي او مزيان، خصك تشوف مجموعه من الامور، تشوف لا تكنولوجي اللي خدامين، تقرا الراود ماب ديالهم ولا الوايت بايبر ديالهم، الوايت بايبر باش تعرف انت واش هذاك الشيء اللي كيقولوا واش ممكن التحقيق، وخصك تقتنع بالفكره. ومن بعد كدير لي غوشيرش ديالك حول التيم، حول الستاف اللي كيديروا، الستاف اللي داير هذا الفرق، اللي داير هذا الاي سي او، ولا الفرقه اللي دايره هاد الاي سي او، باش تعرف واش كاين فيهم شي واحد نصاب، واش فعلا هاد الناس كيميتريزيو الدومين ايتترا. ومن بعد تقلب انت في الابحاث ديالك، واش الناس كي انفيستيو في هاد الاي سي او، بعد باش انت كت انفيستي. ومن بعد المعايير اللي خصك تاخد بالعين الاعتبار هي السرعه في البيع ديال الاي سي او. بالك الاي سي او ثقيل، حتى واحد ما كيشري عارف بان هذيك الاي سي او ما غاديش تمشى، ولا بالك الاي سي او في ساعة كي يتباع، عارف بان هناك اقبال كبير، وذاك الاي سي او غيكون عليه اقبال كبير في البيع ديالو. وخير ذلك، خير مثال ذلك، ايكون ساعات قليله جدا تباع الاي سي او، ما قدرتش كاع نشريه. هو دابا تقريبا واحد ايكون كيساوي 1 دولار، وكان ايكون تقريبا يكون تقريبا 1 سنت، تقريبا 2500 ايكون بواحد ايثيريوم 300 دولار، كانت غتولي 2500 دولار. هذا من جهة. اليوم ان شاء الله غادي نشوفو ثلاثة ديال لي زايسيو، وغادي نحاولو نشرحو هاد ثلاثة ديال لي زايسيو
وانتوما حاولوا تقلبوا عليهم، حاولوا تلقاو تعمقوا البحث، ولا عجبكم شي واحد من هاد لي زاي سي او هادو حاولوا تشاركوا فيهم. ولكن ديما قبل ما تشارك في اي عملة في اي اي سي او، دير الابحاث ديالك الخاصة وما تعتمدش 100% على هاد الفيديو هذا. اول اي سي او غادي نشوفوه هو يو تراست. يو تراست هو تقريبا الباي بال ديال لا كريبتو كورنسي، يعني باغيين يديروا تقريبا بحال باي بال في سوق العملات الرقميه، ان تقدر تشري اي حاجه تشريها بلا كريبتو كورنسي، ولكن البائع اللي باع لك ما يتخلصش بلا كريبتو كورنسي، يتخلص بالفيات ماني، يعني يتخلص سواء اليو اس دي تي ولا يعني يتخلص بالدولار، ولا يتخلص بالاورو، ولا شي عمله ملموسه، ما يتخلص بلا كريبتو كورنسي. هذه تقريبا من اهم الحوايج اللي جابتها يو تراست. ثاني حاجه انه عندهم لي في، قالك لي في قلال، اذا كنت غتخلص مثلا بيو تراست ما كاينش كاع لي في، اما لو تخلص بشي عمله اخرى يكون لي في يكون قلال وقلال جدا. ومن اهم الحوايج اللي جابوه هما لا جيستيون دو ليتيج بالنسبه ليو تراست. بعتي لشي واحد شي حاجه ولكن بالعكس، شريتي من عند شي واحد شي حاجه ولكن اتضح انه بحال غينصب عليك، ولا نصب عليك، ولا هذيك العمله ماشي هي هذيك، ولا شي حاجه ماشي هي هذيك، كدير ليهم كتمشي تراسل لهم وهما كيحاولوا يحلوا النزاع، يشوفوا فين كاين المشكل ويحلوا المشكل. ومن اهم الحوايج اللي دايرين ان حتى هما دايرين يكونوا بحال الوسيط، الا بغيتي تبدل شي عمله ولا بغيتي تشري شي حاجه كيكونوا وسيط بينك وبينهم. تقريبا الاي سي او جاب واحد النظره جد ايجابي جد مهمه بالنسبه للكريبتو كورنسي، انها نظره مختلفه، وتقريبا غيكون عنده الافق اللي بغى يشوف هاد يو تراست يقدر يدخل لهنايا باش يشوف لا تكنولوجي ديالو، لا تكنولوجي، يشوف كومون سا سباس يو تراست. انو عندنا دايرين مقارنه بين الباي بال وبين البيت باي، كيف ما شفتو يو تراست بالنسبه لهم كاينين دي زوبسيون اللي كاينين في يو تراست ما كاينينش في البيت باي. وهنا عندهم رود ماب ديالهم البري اي سي او. هنا الاي سي او اوبن تحل تقريبا البارح، البري اي سي او كان في 28 تقريبا غشت، وكتقدر تسجل معاهم تستافد باش تستافد من هذا الاي سي او هذا اللي هو يو تراست. وانا غادي تلقى بالنسبه للتيم غادي تلقى تقريبا هادو هما الناس اللي خدامين في هاد الاي سي او هذا، غالبا يكونوا اسبانيين ربما من لي نون ديالهم وكذا اسبانيين. المهم كتقدروا لو كتقدر تدخل البروفيل ديالهم لينكدين باش تعرف المزيد على هاد التيم هذا اللي كنت باغي تانفيستي في هاد لي تراست. وبالنسبه الثمن ما عرفش اكزاكتومون الثمن، حتى تشوفوا تدخلوا تسجلوا في الموقع، وعطيكم تقريبا الثمن باش تقدر تخدم باش تقدر تشري هاد يو تراست. عفوا الثمن هو 0.00 هو 0.065 يو اس دي، يعني 6.05 سنت. والبيمون كي تقدر تخدم بالبيتكوين، تقدر تخلص بالبيتكوين والايثيريوم، وتقريبا هادو هما التوكن ديستريبيوشن. يعني هنا كان البريفايت انفستور لواحد تقريبا كيبيعوا لي زانفيستيسور ديالهم، وهنا كان البري اي سي او، ودابا تقريبا هنا في الاي سي او غادي يساليو البونتي ماركتين سيرمو، غيكون شي كود ولا شي بروموسيون 5%، يعطيو دي توكن، يعطيهم الناس اللي غيستخدمو هادو، يعني يقدر تربحو دي توكن هنايا غير بقاو اون كونتاكت مع هاد لو سيت هذا. تقدر اللي ما مسجلش فيه واللي ما شاركش فيه يقدر يربح سميتو. وبالنسبة للكونتيتي سبلاي كيف ما شفتو هي
1 مليار ديال التوكن هي واحد لا كونتيتي كبيره بزاف، ولكن هما قالوا لك بان كل عام تقريبا غادي يشدوا هذوك لي توكن اللي غيكونوا كيتخلصوا بهم كوم دي في، غادي يتخلصوا منهم يعني كل عام تقريبا بشي واحد 100 مليون توكن ولا 50 مليون توكن ولا شوف شحال من ديال اللي في، يعني كونتيتي سبلاي هنا ما غاديش تطلع، غتنقص بالعكس ديال العملات الاخرى اللي كانوا الكونتيتي سبلاي كتطلع، هنا لا كونتيتي سبلاي كتنقص، وبالتالي الثمن ديال يوتراست غادي يتزاد. بالنسبه لي انا عند يوتراست سي شريه دابا وتحتفظ فيه الون تيرم، الون تيرم يقدر يوصل مثلا ما جو سي با، ولكن واحد الدولار صعيبه ولكن يقدر اون سي جامي. فوالا الاي سي او الثاني هو توكن ديسك. توكن ديسك حتى هو واحد الاي سي او، الفكره ديالو هي واحد لا بلاتفورم اللي تقدر من خلال توكن ديسك، توكن ديسك عفوا، من خلال توكن ديسك تشري منها لي اي سي او، يعني كتدخل هاد توكن ديسك وتقدر تشري اي اي سي او بغيتي انت، كيف ما شتو باقا تقريبا على الاي سي او تقريبا باقا 30 يوم باش يسالي الاي سي او، ولكن شوفوا لا بروغريسيون ديال البار، يعني قريب الناس تسالي هاد الاي سي او، هو مهم جدا. الفكره اللي جاي بها هي فكره بسيطه جدا ولكن فكره رائعه جدا، انك تكري واحد لا بلاتفورم فيها جميع لي اي سي او، وفي ما بغيتي تشري الاي سي او كتدخل هاد لا بلاتفورم هادي وغادي تشري الاي سي او اللي بغيتي. تقدروا تدخلوا التوكن ديسك وتشرحوا وتفهموا اكثر، ودخلوا الوايت بايبر، انا كنعطيكم تقريبا غير لينيسياسيون يعني البدايه، وانتم كملوا في هذا المجال هذا. بالنسبه للاي سي او الثالث والاخير اللي هو بيتكومو. بيتكومو واحد الاي سي او اللي دايرينو تقريبا على لا بوبليسيتي ولا السي بي ا، الناس اللي خدموا في الربح على الانترنت كيعرفوا هذا المجال ديال السي بي ا والمجال ديال الافيليت تقريبا، والمجال ديال لا بوبليسيتي قال لك تقريبا في الولايات المتحده الامريكيه لا بوبليسيتي كتكون تقريبا لواحد البودجي ديال 200 مليار في العام، اللي تقريبا هو البيدجي ديال العملات الرقميه كامله مجتمعه، غير البيدجي باش كتقام باش كي البيدجي ديال لابيب في الولايات المتحده الامريكيه. دونك بيت كومو عنده واحد لابروش جديده، باغي يخدم في الماركتين وفي لابيبليسيتي ديال في لابيب سوغ انترنيت، يعني هذا الاي سي او كيف ما شفتو غيكون حتى هو عنده حد القيمة، وغيكون من لي زايسيو مهمين جدا، تقدروا تقلبوا عليه بو بلوس دانفورماسيون كيف ما شفتو. تقريبا هادو كاين مجموعة من لي زايسيو لي شفتهم، ولكن تقريبا اللي اختاريت لكم من بين لي زايسيو اللي شفت والعديد منهم، اختاريت لكم هاد الثلاثة انهم بانوا لي متميزين، عندهم ما يتقال، ونتمنى يعجبوكم. هو اهم حاجه قبل ما تستثمروا في اي اي سي او، نتوما ديروا لي ريسيرش ديالكم باش تكونوا نتوما المسؤولين على الفينونس ديالكم، وما تاخذوش غير الراي ديال هاد لا فيديو هادي، مي قلبوا في الانترنيت وتبارك الله غتلقاو مجموعه من الشروحات على هاد لي اي سي او ومجموعه من ردود الفعل، وانتوما عاد باش انفيستيو فيهم الى بغيتو انفيستيو. الحمد لله، نتمنى نكون توفقت في الشرح ديال هاد الفيديو ديال لي زاي سي او، ولي زاي سي او هما فرصه سانحه لتحقيق ارباح خياليه جدا، ولكن لو ريسك كاين كبير جدا، لان النصب كاين بزاف لي زاي سي او، ولكن خاصكم تثقوا في لو شوا ديالكم في الاختيار ديالكم، و تثقوا في الاختيار ديالكم وان شاء الله يكون خير. نتمنى تكون هذه الحلقه توفقت في هذه الحلقه، ما تنساوش تخليوا دي كومونتير ديالكم وتتابعونا وديروا ابونو معنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.